فتاة تضمني قامت جمعية لاراديوز وبقيادة قادة الشافي واللاعب السابق الدولي فوضي المغاري والحاكم الدولي السابق حنصال محمد إلى بلدية لرجان بولاية سمسيلتا لتقديم تعازي ومساندة أسرة الفقيد معزوز مولود لاعب نادي لرجامة الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية عقب نهاية لقاء فريقها. فلنستمع للتصريح. احنا اليوم جينا باش نساندوا معنويا وماديا العائله والفريق الارجام. احنا نتمنوا كذلك، هي نصيحه ونداء للفرق الرياضيه كذلك والمسيرين وخصصا الطاقم الطبي. كان لاعب خلوق، ديجا لعبنا الجمعه العام مقابله وفازوا بها وفرح بها، وديما هو مع اللاعبين ويشجع فيهم ويشد فيهم.